نورا ترد على طلاقها، شاهدوا المزيد من التفاصيل. بعد أن قام وائل بنشر العديد من الستوريات على من خلاله عن طلاقها مع تيك توكر التونسية نورس، نورس امبارح عادت إلى السوشيال ميديا بعد اختفائها وأكدت إنه ما صار زواج بينهم ليكون في طلاق، وطلبت من جمهورها إنه ما يعلقوا لها إنه هي مطلقة، وأكدت من جهة أخرى إنه هي ما بتزعل من كلمة مطلقة، لكن بحالتها هي إنه ما صار زواج ليكون طلاق. أترككم مع توضيح نورس. صح إنه صارت قراءة فاتحة، أوكي، كانت قراءة فاتحة بيني وبين وائل. يعني احنا في تونس عنا عادات غير في سوريا وغير في الأردن وغير، يعني احنا في تونس عنا حاجة اسمها ملاك، ملاك وليس زواج يا جماعة، افهموها، ملاك وليس زواج. انا وائل كنت زوجته بقراءة فاتحة ولكن ليس زواج، ما كان زوجي، نحن كنا مخطوبين، يعني صار ملاك. فلا تكتبوا لي، ومع تحياتي لكلمة مطلقة وتحياتي لكل نساء المطلقات، بس انا ماني مطلقة.